انت مقطع فيديو قبل يومين ظهرت بيه او قبل 5 ايام تحديدا، قلت بس خلي ينتهي محرم وراح يكون لنا موقف، شنو اللي راح يكون لكم من جديد؟ احنا ننتظر ان شاء الله، قلت لك احنا هسه احنا دخلنا القرار بالتنفيذ. نعم. انتظر القرار ان شاء الله ايام يصدر بيه امر تنفيذ. تنفذ تنفذ، ما تنفذ احنا راح نطلع مظاهرات سلميه، وهالمره المظاهرات السلميه نترك قواطعنا ونترك عملنا ونترك عوائلنا وننام بالشوارع بعد ماكو سحاب. الما اني لو نقتل على يد الدوله اللي دافعنا عليها ورجعناهم الكراسيهم، يا اما يصرفون حقوق هاي العوائل.